الخبر اللي فاجئنا وفاجئ كتير من معجبين الكينج الملك محمد منير، هو خبر زواجه. اخيرا اشهر عازب في مصر يتزوج، عقد قرانه محمد منير بالامس يوم الجمعه على فتاه من اصول نوبيه تعيش في لندن. وحسب الاخبار المتداوله، تحديدا الخبر كان منشور النهارده على تويتر، بيؤكد ان محمد منير عقد قرانه بالامس وان هو سافر لندن لشهر العسل وهيعود قريبا لمصر، وان بيت الزوجيه هيكون في مدينه 6 اكتوبر. ربما ده من أجمل الأخبار اللي بنختتم بها متابعتنا الإخبارية الليلة. أكيد كل الأمنيات الطيبة، وألف مبروك للكينج اللي أسعد ناس كتير، ونتمنى نشوفه بإذن الله أسعد زوج في الدنيا.